طيبه كنديروها بالكركه الحمراء المعسله. ايه مزيان. الوغ كنحاولوا ندخلوا شويه ديال الخضره كيف كنقول ديما في الحلويات اولا في هذا، حتى الوليدات اللي ما كياكلوهاش يستافدوا منها. بالنسبه للعجين ديال هاد الغريبه غنحتاجوا 250 غرام ديال الزبده النباتيه، غنحتاجوا كاس ديال ياغورت فاني، كاس ديال الزيت، جوج معالق ديال الماء زهر، شويه الملح والطحين حسب الخليط. كيف ما لاحظتوا راه ما فيهاش السنيده، حيت غنرشوها من بعد السكر كلاصي والقرعه معسله باش ما تجيناش حلوه بزاف. الوغ 250 غرام ديال الزبده النباتيه، كاس الياغورت فاني، كاس الزيت، جوج معالق ديال الماء زهر، الطحين حسب الخليط، وقبيصه الملح. بالنسبه للحشو غنحتاجوا 500 غرام ديال القرعه حمراء اللي غنقطعوها طريفات صغار. الحمراء نحاولوا ناخذوها تكون مزيانه طريه باش تجيب الحلوه. هي واخا ناخذوها نقطعها طريفات، من بعد غنزيدوا عليها تقريبا 250 غرام ديال السنيده، اللي عنده السكر الاشقر يستعمل السكر الاشقر. غنديروا فيها واحد العود القرفه، ما غنديروش القرفه غبره باش ما نبدلوش ليها اللون ديالها. غنحكوا عليها شويه ديال سكنجبير طري، هادشي كله فوق المقله، نحكوا شويه سكنجبير طري وغنحطوا فيها واحد طريفه الحامض باش ما كتخلي اللون ديالها، طريفه الحامض. من بعد هاد 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 الخلطه هذه كلها غنخلوها كترقد، يعني انا ما نكرهش تبقى ليله كامله وهي كترقد. باش علاش؟ باش كتطلق لينا هذيك السنيده ديالها، حيت حنا كيف ما شتي ما درنا لا زبده لا والو، يعني ديك السنيده هي اللي غتعسلها وهي اللي غطيبها. نخلوها الا خدمناها في الصباح خلوها واحد ساعتين تطلق هكاك الماء ديالها، ونديروها فوق العافيه وحنا كنحركوا حتى كتعلك مزيان هذيك القرعه ديالنا، ونحاولوا نحافظوا اللون ديالها، يعني نخلوها ليمونيه باش تجينا زوينه في المنظر ديالها. من بعد ما تعلكات ونشفات كنسرحوا العجينه اللي كنا صوبنا من قبل وخليناها ترتاح، كنسرحوها بين ديما كنقول جوج بلاستيكات غذائيين، وكنقطعوها بواحد المرشم اللي كيكون دائري صغيور. كنعمروا الوسط ديالها بالحشو، يعني كناخذ واحد شويه في المعلقه وكنحطوه الوسط، وكنحاولوا نسدوها على شكل شوسون، كيجيو بحال دي شوسون صغيورين اللي كنضغطوا عليهم في الجوانب ديالهم بالفرشات. مفهوم؟ اي مفهوم. ملي كنضغطوا عليهم بالفرشات مزيان كندخلوهم للفران حتى كيطيبوا، يعني الحلوه ما كتجيش محمره خاصها تبقى لنا بيضه شويه. ملي كنطيبوها كنخرجوها كنرشوا عليها شويه ديال السكر كلاصي سبيسيال. علاش سبيسيال؟ باش كتبقى كيبقى فوق الحلوه، ما كتشربوش الحلوه ديالنا، وكنقدموها بالصحه والراحه. كتجي زوينه مع الزرفه، فإلا جربوها، ونقدو نزيدو عليها تطريفه الكركاع الا كان اييه سوا يمشي معاها داخل باش يعطيها واحد القرمشه، وكتبقى هذيك السيده كتزيد اي حاجه كتعجبها في الحلوه. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. في تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.